في شيء مش أشوف تأكد إنه عمل start recording. أتوقع إنه start recording now. I think إنه start recording. طيب بسم الله. في حد عنده أي سؤال قبل ما أبدأ المحاضرة؟ في حدا بحب يسأل أي شيء؟ اليوم راح نخلص اللابلاس؟ إن شاء الله اليوم راح نخلص هذا الشابتر، هذا آخر درس في اللابلاس. ما راح نبدأ بشيء جديد صح؟ لا، نترك الشابتر الجديد ليوم ثاني إن شاء الله. اليوم فقط بدنا نحكي بس عن how to solve differential equations using Laplace. طيب إذا ما في أسئلة، هاي راح أعمل ميوت عشان الصوت يضل واضح، بس أي شيء بخربط فيه مباشرة وقفني وارفع لي إيدك معلش، عشان أو إذا الصوت انقطع كمان حدا يرفع إيده ويبلغني إنه الصوت انقطع. إذا اليوم راحين نغطي Laplace Transform Method اللي حكينا أصلا هذا الشابتر كله designed to this section، يعني كل اللي أخذناه فقط عشان بس نستخدمه في حل الـ differential equations homogeneous or non-homogeneous linear differential equations. إذا أنا في عندي linear differential equation مش ضروري تكون constant coefficients، ممكن يكون في بجنبها t أو t تربيع and so on. في هاي الحالة بقدر أستخدم الـ Laplace Transformation Method. أول شيء طبعا زي ما شفت تعلمنا من التابلز لازم تكون حافظ التابل. فأول خطوة باخذ لابلاس ترانسفورم لكل المعادلة، ببسط المعادلة وبطلع الواي كابيتال للمعادلة اللي هي لابلاس ترانسفورم لواي، بعدين برجع باخذ الانفرس فقط. إذا هي ثلاثة خطوات، طبعا رايحين نشوف هاي الخطوات في اكزامبلز. نبدأ في أول اكزامبل، سولف ذا فولوينج. Initial value problem using the Laplace transform method. The initial value problem هي عبارة عن y w prime minus 3y prime plus 2y equals e to the t at the conditions y of 0, 0 and y prime of 0 is 1. إذن بنشوف كيف بنحل هاي المعادلة باستخدام اللابلاس ترانسفورم. إذن بمسك المعادلة بحكي step number 1 we take Laplace transform for the whole equation. إذا خذ Laplace transform للمعادلة كلها. y w prime minus y prime 3y prime plus 2y equals e to the t. طبعا أكيد راح استخدم الـ initial conditions هون في هذه الـ step. الآن linearity of Laplace transform بتوزع على الجمع وعلى الضرب الثابت بيطلع برا. إذا بصير عندي أول شيء Laplace transform للـ y w prime. من الجدول اللابلاس ترانسفورم المشتقة الثانية هو عبارة عن S في اللابلاس ترانسفورم للواي راح اسميه Y كابيتال، طبعا هي S سكويرد لأنه مشتقة ثانية، ماينس حكينا الأس بتنزل والمشتقة بتطلع هلا. إذا S في Y at 0 نبدأ بالمشتقة رقم 0، بعدين S قوة 0 في Y برايم at 0. هاي من التابل، هاي كلها لابلاس ترانسفورم المشتقة ناقص 3. هلا لابلاس ترانسفورم المشتقة الأولى، إذا S في اللابلاس للواي سميته واي كابيتال ناقص واي أوف 0 بلس 2. هلا لابلاس للواي سميناه واي كابيتال، واللابلاس للإي قوة تي هي 1 على S ناقص 1. الآن الواي أوف 0 0 فهي بتصير 0 وهي بتصير 0، لكن لابلاس للواي برايم 1، فإذا بتصير عندي S squared y capital minus 1، هاي كلها هيك الأولى، بعدين ناقص 3 S y capital ناقص 0،
finally plus 2y الحد الثاني بيصير 1 على s ناقص 1. إذا number 2 step 2 find اللي هي الواي كابيتال واللي هي عبارة عن لابلاس ترانسفورم للواي، يعني معناها بحكي لي حل المعادلة اللي طلعتها بدلالة واي كابيتال. أنت طلعت معادلة بدلالة واي كابيتال، ولاحظوا إنه اللابلاس شو بيعمل، هاي أهم خطوة، اللابلاس بيقتل كل المشتقات، بيحول من معادلة differential equation لألجبريك equation. لاحظ واي، واي هي معادلة من الدرجة الأولى بالنسبة لواي، فإذا بحكي لي حل هاي المعادلة بسيطة، بنأخذ الفاكتور اللي فيه واي، بيظل عندي s squared في هذا الطرف، بيظل عندي ناقص 3s في الطرف الثاني، والطرف الأخير أو الحد الأخير هو عبارة عن 2. شوف يظل عندنا هون كأن الناقص 1 بتساوي 1 على s ناقص 1. طيب أخيرا بدنا نقسم، بس أول شيء أنقل الواحد على الطرف الثاني، فبتصير عندي y في هاي، لو حللناها عشان لما أقسم عليها تصير أسهل إذا في اختصارات، هاي عبارة عن S، طبعا مو إجباري تحللها هون، تحللها بالمنطقة الثانية، هاي 2 هاي 1 هاي ماينس 1 هاي ماينس 1 بتساوي 1 على S ناقص 1 زائد 1. كمان هاي بقدر أبسطها بتوحيد المقامات، أضرب S ناقص 1 S ناقص 1، فبتصير عندي S ناقص 1 زائد 1 على S ناقص 1. إذا صار عندي Y كابيتال هو عبارة عن S على S ناقص 1 تربيع في S ناقص 2، هي جاهز، الفاكتورايزيشن تبعه جاهز. إذا الخطوة رقم 2 فقط طلع ال Y دبل برايم، ستيب 3 الأخيرة find y اللي مطلوب اصلا y of t، والy of t هي عباره عن لابلاس انفرس للy. اذا فعليا انا شو عملت؟ انا اخذت لابلاس بعدين اخذت لابلاس انفرس، بس قبل ما اخذ لابلاس انفرس لازم اول شيء احل المعادله بدلاله y كابيتال. اذا هاي هي فعليا الخطوات كلها، شغله بسيطه جدا من الاشياء اللي تعلمناها بالتيبلز. اذا لابلاس انفرس معناها انا في عندي، لاحظوا في عندي partial fraction، لازم اتاكد لازم أتأكد إني عارف الرولز تبعت البارشال فراكشن. أنا عندي ريبيتد وأنا عندي واحد هون مختلف، إذا بحكي الأس على أس ناقص واحد تربيع في أس ناقص اثنين، هاي عبارة عن A على أس ناقص اثنين لأنه هذا الفاكتور لوحده. هلأ بالنسبة للفاكتور هذا ريبيتد، فإذا ريبيتد مرتين إذا له حدين، لو ريبيتد ثلاث له ثلاث حدود، الأول هو S-1 والثاني هو S-1 تربيع، وأنا عندي هون two constants خلينا نسميهم B و C. إذن هاي الفاكتوريزيشن، تذكروا أني بقدر أطلع قيمة الـ A باستخدام residual method وقيمة الـ C باستخدام residual method، أما قيمة الـ B اللي هي العوامل تبعين نفس الفاكتور هاي بدي أطلعه بمعادلة. إذن بحكي by residual method A بتساوي راح أضرب بأس ناقص 2 هاي المعادلة وأختصرها، فلما أضرب بأس ماينس 2 وأختصرها بضل عندي أس ماينس 1، راح أعوض قيمة الأس اللي هي الروت تبعت الـ A هي 2، إذا الآن أعوض 2 على 1 تربيع 1، إذا قيمة الـ A هي 2. A تساوي 2. هلا بقدر اطلع قيمة C باستخدام ريزيديو، راح اضرب S ناقص 1 تربيع للطرف في الايسر، بيختصر ال S ناقص 1 تربيع، فبضل عندي فقط S على S ناقص 2، واطلع قيمة ال S عند الروت تبعها هو 1، إذا بتطلع عندي 1 على ناقص 1، وبالتالي C بتساوي ناقص 1. هلا اذا عرفت قيمه A وقيمه C فبقدر اطلع قيمه B من معادله واحده، اذا بحكي take S بتساوي اي شيء عدا الروتس، اذا خذ S0 اسهل شيء، take S0 وعوضها بالمعادله 0 على اي شيء هي 0،
بتساوي مثلا A قيمتها 2، إذا 2 على ناقص 2 لأنه الأس 0، بعدين زائد البي مجهولة هاي اللي بدي أوجدها، على 0 ناقص 1 هي ناقص 1، فاينالي زائد ناقص 1 على 1. إذا عندها معادلة زي هيك بسيطة، فبتعطيني قيمة البي. إذا نحسب قيمة البي، طيب هلا عندي ناقص 1 وناقص 1 ناقص 2، انقل البي على الطرف الثاني اللي أنا فيها سالب، إذا الجواب بضل ناقص 2. هاي هيك أسرع طريقة لحساب الكونستانس. استخدمت الزجي ميثود لحساب الكونستانس اللي بعرف أحسبهم باستخدام الزجي ميثود، وبعدين طلعت قيمة البي من قيمة اس معينة بتختارها أنت حر فيها. إذن كيف شكل الواي كابيتال صارت هلا بعد ما أعوض قيمة A و B و C؟ قيمة الـ A تذكروا 2، قيمة الـ B ناقص 2، وقيمة الـ C ناقص 1. إذن هيك بصير شكل الأس أو الواي كابيتال. حكينا قيمة الـ A 2، إذن 2 على S ناقص 2، قيمة الـ B ناقص 2، إذن هي ناقص 2 على S ناقص 1، وقيمة الـ C ناقص 1، إذن ناقص 1 على S ناقص 1 تربيع. هلأ بنطلع Y of T هو الانفرس، إذن 2 constant، الانفرس لواحد على S ناقص A هي E قوة AT ناقص 2، S ناقص 1 يعني E قوة T، وS ناقص 1 تربيع هاي فيها shifting، فإذا E قوة T هاي بتروح معها السالب 1 اللي هون، بيظل عندي 1 على S تربيع، الواحد على S تربيع هي T. إذا لاحظوا لأنه أصلاً السلوشن لازم يكون linearly independent parts، فال E قوة T independent عن E قوة T plus 1 times T. إذا هيك طلعنا قيمة السلوشن للinitial value problem، وتذكر إني استخدمت الinitial conditions في بداية المعادلة كاملة. أتأكد إذا في حد عنده سؤال. في حد عنده أي سؤال على المعادلة اللي حليتها هلا؟ خطواتها. إذا ما في أسئلة بس يا ريت تحكوا لي إنه كان الصوت كويس ماشي الأمور. زايد الصوت كويس. واضح دكتور. إذا نروح للإكزامبل نمبر 2 هلا. هلا راح ناخذ فكرة ثانية، لاحظوا إنه السؤال نفسه هذا باي ذا واي اللي أخذناه قبل شوي بنقدر نحله باستخدام الـ Undetermined Coefficients، لأنه الـ Coefficients تبعينها كانوا Constants وكان الطرف الثاني اللي هو جي أوف تي Exponential، فبإمكانكم تحلوه بالطريقة الثانية وتقارنوا الحل. هذا إكسرسايز إلكم راح أتركه. هلا راح اعطيكم سؤال ما راح ينفع ولا بطريقه من الطرق اللي اخذناهم. y w prime plus 2t y prime minus 4 y equals 1. ال y at 0 it equals y prime at 0 equals to 0. هذا السؤال لو اعطيتك تحله بالطرق السابقة ما راح يزبط معنا. أول شيء constant coefficients هاي خطأ فيها T، وهاي ليست كوشي أويلر، فبيظل عندي الطريقة الثالثة reduction of order، لكن reduction of order لازم يكون معطيني the first solution الhomogeneous part، فهو ما أعطاني أي solution، وبالتالي كل الميثودز اللي أخذناهم بيفشلوا في الحل. عشان هيك ما حكيت لك use Laplace transformation method، فأنت لحالك لازم تقرر الميثود. variation of parameters هلا هاي ممكن تزبط على الفاريشن اوف باراميترز، لكن بدك تتاكد بس انه التكاملات اللي بتطلع معك تمام ولا لا. فاذا بضل عندنا فقط الفاريشن اوف باراميترز ميثود واللابلاس ترانسفورميشن ميثود. بس زي ما حكينا صحيح نسيت احكي شغله لانه حكيتها قبل شوي، انه الفاريشن اوف باراميترز ميثود اذا بدك تستخدمها لازم يكون معك واي 1 واي 2. للاسف هون انا مش معطيك واي 1، فعشان هيك الـ Variation Parameters Method ما بتنفع إلا إذا أعطيتك Y1 عشان تطلع Y2
by reduction of order. إذا رجعنا فقط الحالة الوحيدة اللي بقدر أحل فيها هي Laplace transform. إذا نرجع للsteps. Step number one. We find Laplace for the equation باستخدام الخواص في Laplace transform. Linearity وبتوزع على الضرب constant. إذا أول شيء Laplace transform للy double prime. بعدين زائد 2 في Laplace transform لتي واي برايم ماينس 4 Laplace transform للواي equals Laplace transform لل1. طيب نستخدم الخواص كما مرة. الواي دبل برايم Laplace transform لها S squared times Y capital minus S times Y 0 minus Y prime of 0. هذول التنتين زيروز فبيختفوا. زائد 2. هلا Laplace transform ضرب بتي معناها بده يعطيني اذا تتذكروا قاعدة المشتقة. فاذا راح يعطيني الجواب هي عبارة عن ناقص واحد قوة ان. هاي اللابلاس ترانسفورم لها. اذا لانه المشتقة انا عندي بتعطيني السالب في عندي هون زائد اذا بتصير سالب دي اوفر دي اس لمشتقة y prime Laplace of y prime. طب كم Laplace of y prime؟ انتبهوا أنا في عندي قاعدتين راح أطبقهم مع بعض هون. أول شيء t بتحول لي Laplace لمشتقة. هلا المشتقة هاي Laplace إلها كم؟ هو s في y minus y of 0. إذا minus d over ds مضروبة في لابلاس المقدار اللي بجنبها مقدار اللي بجنب التي هو واي برايم فلابلاس واي برايم زي هيك ناقص 4 في لابلاس اوف واي ايكوالز 1 اوفر اس. اذا ابسط المقدار فبصير عندي تذكر كل شيء فيه واي برايم 0 واي 0 از 0 فبيضل عندي اخر شيء اذا اس سكويرد واي ماينس 2 هاي اللي هي 2 مع الماينس في مشتقة هذا المقدار بس هذا 0 تذكروا هذا 0 فإذا ايش مشتقة اس واي الأول في مشتقة الثاني هاي المشتقة بالنسبة لاس بعدين الثاني في مشتقة الأول ناقص 4 كابيتال واي ايكوالز 1 اوفر اس. إذا إذا رتبناها راح تصير معنا minus 2s y prime بعدين plus s squared minus خلينا نشوف مع بعض هاي minus 2 ضرب y و minus 4 هي minus 6. أنا قاعد باخذ عامل مشترك مباشرة أخذت ال y عامل مشترك فإذا نظل عندي S squared هون والY مضروبة بسالب 2 والY مضروبة بسالب 4 هي سالب 6 Y equals 1 over S. إذا انتبهوا أنه معادلتي الآن التفاضلية ما تحولت لمعادلة جبرية تحولت لمعادلة تفاضلية لكن المعادلة التفاضلية الثانية هي عبارة عن linear first order. إذا بقدر أستخدم الintegrating factor وأطلع قيمة الـ Y capital لأنه قال لي بس step number one أنت على الأقل طلع لي قيمة المعادلة تبعت الـ Y. step number two حكينا find Y اللي هي Laplace للـ Y small عشان أطلع Y يعني معناها لازم أحل هاي المعادلة فإذا بس لازم أكتبها standard بتصير عندي زي هيك ناقص S squared minus 6 على 2S بتساوي ناقص 1 على 2S squared ناقص 1 على 2S squared. إذن mu of S أو sorry P of S أول شيء عشان نطلع mu ال P of S اللي نطبق عليه القاعدة هو ناقص
S squared plus 6 على 2S. طيب إذا نطلع الـ integrating factor هو عبارة عن exponential لتكامل ناقص 6 S squared plus 6 على 2S DS. إذا هلا كيف بدي أكامل هذا المقدار؟ أكيد لازم أجزئ المقام على البسط، إذا بصير عندي تكامل ناقص S تربيع، إذا بتصير ناقص S على 2، هاي الأولى ناقص S على 2، بعدين 6 على 2 S بتصير 3 على S DS. إذا equals exponent تكامل ناقص S على 2، so it's minus S squared. بدي أشيل التكامل لأني أنا بلشت أكامل، شيل إشارة التكامل. إذا minus S squared على 2، وعلى 2 بدي إياها من ال S squared فبصير على 4، بعدين 3 natural log of S. وزع الإكسبوننشال على الطرفين فبتصير عندي قوة ناقص S squared على 4 زائد قوة لن ال S cube، هاي بتروح مع هاي. إذا الجواب راح يطلع finally mu of S وعبارة عن S تكعيب مضروبة في قوة ناقص S squared على 4. إذا عرفت الانتجريتنج فاكتور إذا معناها عرفت الحل. إذا y capital of S بتساوي 1 على الانتجريتنج فاكتور، معناها 1 على S تكعيب قوة ناقص بتصير قوة موجب لأني أخذت أنا مقلوبها. في تكامل الآن بدك تكامل تضرب Q الطرف اللي أو سميناها G إحنا الطرف الثاني، نضربه في الميو. الآن الطرف الثاني هي هون، هذا هو الطرف، نضربه في ميو. فلما نضرب S تكعيب في سالب 1 على S تربيع، بتروح الS تربيع مع الS تربيع فبتصير سالب S على 2. ولما أضرب E بتضلها E هي DS. هلأ الحلو في الموضوع أنه طبعا في عندي هون سالب، هي في سالب هون، أنه مشتقة هذا المقدار، هذا المقدار مباشرة موجود هون هي. إذا معناها راح استخدم فقط الفرض. لو فرضنا U بتساوي E سوري بدون E بتساوي لنا S ناقص S تربيع سالب على 4، فمشتقتها موجودة هون. إذا معناها التكامل صار بسيط، فصار بيساوي لي 1 على S تكعيب E قوة S تربيع على 4 في تكامل E قوة U، معناها E قوة U نفسها. إذا ناقص S تربيع على 4 plus constant C. إذا Y of S راح تكون هي عبارة عن، أخذ صفحة ثانية، Y of S equals لما أضرب هلأ أرجع أرجيكم إياها، أنا ما علي إلا بس بدي أضرب هاي بالطرف الأول وهاي بالطرف الثاني، راح تختصر هاي محايضة اللي عندي 1 على S تكعيب، هذا الطرف الأول. بالطرف الثاني راح تضل ال S تكعيب ويضل المقدار نفسه E قوة S تربيع على 4 على S تكعيب. الآن بس أنا عشان أطلع قيمة ال Y لازم يكون معي condition لل Y capital عند ال C، لكن هو ما أعطاني ولا condition. لكن تتذكروا دائما وأبدا في condition بقدر أستخدمه، إنه limit لل Y as s goes to infinity بتساوي zero. وفي عندك كمان شرط ثاني دائما تستخدمه، المومنتوم كونديشن، هو عبارة عن s عند الانفينيتي هي y of zero. هاي اي واحد منهم تستخدمها. الان نستخدم الاولى ونتأكد. الان الليمت بدها تكون zero، فهاي مقدارها zero تمام، لكن هاي مقدارها مو zero، هاي مقدارها infinity. اذا الليمت الواحد على s تكعيب as s goes to infinity هاي زيرو، ممتاز خلصنا منها. هلا الثانية limit e قوة s تربيع على 4 على s تكعيب، هاي
انفينيتي على انفينيتي، لو استخدمت لوبيتال بتضل هالاي قوه بس الاستكعي بتختفي لما تشتقها مره مرتين ثلاث، اذا بيضل عندي الانفينيتي اللي فوق اقوى بكثير من الانفينيتي تحت، فالجواب هذا انفينيتي. الان لو جمعتهم بيصير انفينيتي، لكن انا مجبور انه يكون الجواب سي يكون الجواب زيرو، فعشان يكون الجواب زيرو هذا لازم يختفي الحد. اذا we have to choose c equals to zero، فاذا كانت c equals to zero اذا بيطلع عندي هلا الجواب هيك، وبالتالي limit Laplace هي zero as s goes to infinity. اذا اخذت c اي قيمه ثانيه هذا الحد ما راح يختفي، مثلا اخذت سالب 9 نص ربع اي جواب غير الزيرو فالحد اللي هون ما راح يختفي، هذا جوابه انفينيتي. اذا معناها اذا طلعت معي معادله وفيها حد انفينيتي فلازم يكون معامله زيرو، هاي تذكرها دائما. فاذا هلا اللابلاس ترانسفورم طلع فقط هذا الحد الباقي زيرو. Then step 3 مباشره find y small of t وهي عبارة عن لابلاس انفرس اوف واي كابيتال، وهيك بنكون احنا اوجدنا الحل. اذا الواي اوف تي هي عبارة عن لابلاس انفرس للواحد على اس تكعيب، لكن حسب القواعد ان بلس 1 يعني ان بتساوي 2، اذا تي تربيع على 2 فاكتوريال، اذا تي على 2، وهيك بنكون طلعنا السولوشن المعادلة. إذا ما كانت المعادلة مضروبة بتي الكوفيشنتس تبعات الواي والواي برايم واي دبل برايم أو مش مضروبة بتي تربيع عن سو اون بس مضروبة بكونستانتس راح تتحول لمعادلة جبرية وبتحلها مباشرة زي الطرف زي الإكزامبل الأول. إذا كان الكوفيشنتس تبعات واي أو واي تربيع أو واي تكعيب مضروبة بتي بتتحول لمعادلة ديفرنشال إيكويجن من فيرست أوردر، إذا مضروبة بتي تربيع تتحول للسكند أوردر أند سو اون. فهاي المعادلات عشان تحلها عشان تطلع اللابلاس انفرس لها اول شيء لازم تطلع قيمه اللابلاس بحل المعادله التفاضليه الجديده. الان الحلو في الموضوع انه المعادله التفاضليه الجديده راح تكون ابسط بكثير من المعادله التفاضليه الاصليه، يعني حولتها من معادله تفاضليه صعبه الى معادله تفاضليه سهله بدلاله واي كابيتال، وبستخدم الكونديشنز دائما وابدا اللي معي اللي هو ليميت لابلاس بيساوي زيرو ات انفينيتي. مرات ممكن تحتاج اس ضرب اس ضرب واي بيساوي اف اوف زيرو او واي اوف زيرو، هاي معك بتكون اصلا معطاه فا اتس فاين. اتاكد كمان اذا حدا عنده اي سؤال على نمبر 2، اذا في حدا عنده سؤال على هاي الميثود بامكانك تسال الان، وإذا ما في أي أسئلة عشان أروح للإكزامبل نمبر 3. طيب ما في أسئلة إذا يبدو. هلا أروح للإكزامبل نمبر 3، الفكرة اللي فيه هلا إكزامبل راح تشوفوا. بحكي لي سولف. فكرة جديدة في هذا الإكزامبل. تقريبا هاي هي كل التريكس الموجودين في اللابلاس equations. y at 1 بتساوي y prime at 1 بتساوي 1. اذا بحكي لي ما انا شايف فيها مشكله عادي، هي constant coefficients تقدر تاخذ لابلاس لهاي بسيطه بتاخذ لابلاس لهاي بسيطه، لكن المشكله انه لو استخدمت هاي المساله استخدمت لابلاس لهي المسألة we need y of 0 دائما في المعادلة هاي، إذا we need y of 0 إذا remark to find لابلاس ترانسفورم لهذا البارت we need y of 0 and y prime of 0، لكن هو معطيني y of 1 y prime of 1. إذا معناها بحكي لي طريقة لابلاس مباشرة ما بتنفع لأنه المشكلة هون في الحد هذا والحد هذا، فما بقدر أكمل شغلي. بحكي بسيطة هاي بقدر أعمل شيفتنج على هاي المعادلة، هاي المعادلة أصلا المعادلة هي y double prime of t، بس هو بيختصر t عشان ما يكتب كثير، هي y of t
بتساوي E قوة T minus 1. فإذا أنا بعمل shift لكل T فبستبدلها ب T زائد 1. ليش؟ عشان بدي لما أعوض 0 يعطيني الجواب 1. أنا هيك السؤال، بدي أعوض 0 محل T يعطيني 1. يعني تبدل الواحد ب 0 فبتبدل كل T ب T زائد 1. هلا لو استبدلت T sorry please T by T plus 1 تأكد. فأنا هون ال T هون بدي أعوض فيها 1، ال T 1. هلا شو لازم أعوض هون محل T عشان يطلعوا زي بعض؟ فلازم جوابها هاي 1، فلازم أعوض محل T 0. إذا عوضت محل T 0 بيطلع الجواب 1. هون بعوض T بتساوي 1، يعني بدي أعوض T قيمة هون وأعوض T قيمة ثانية بس يطلع الجواب نفسه. إذا هون إذا T 1 هون T زائد 1، ال T لازم 0. فأنا إذا عملت عملية شيفتنج أو بمعنى آخر لو سمينا عشان نشوفه بالصورة أوضح، سمينا W of T هو شيفتنج للواي. فالواي مثلا جرب بدك تحط شيء هلا T زائد أو ناقص شيء بحيث إنه الواي عند الواحد بس الدبليو عند الزيرو، فما في خيار إلا تختار زائد واحد. هلا انتبهوا لهاي W at 0 هي واي at 0 زائد واحد هي واي at 1 اللي هي نفسها الواحد اللي معطيني إياهم بالسؤال. أيوة W prime تستخدم الآن الشين رول، هي عبارة عن Y prime بس مشتقة T زائد واحد واحد، وبالتالي W prime at 0 بتساوي لي W prime at 0 بتساوي Y prime at 1 هي 1. إذن حولت معادلتي بدلالة W بس عند الزيرو، هذه الشيفتنج. فإذا التريك هون إني أستبدل T بتي ناقص الـ A اللي بعطيني إياه هون، بتي زائد الـ A سوري. لأن كيف صار شكل المعادلة؟ بدي أبدل كل Y of T بـ W of T، بس لاحظ إنه Y of T plus 1 هي W of T. فعندك خيارين، إما تكتب W T minus 1 بعدين تبدلها بـ T، أو أحسن شيء من هاي المعادلة بدلها كلها بـ T زائد 1. إذا نرجع لمعادلتنا الأصلية، استبدل كل T بـ T زائد 1 فبتصير هاي T زائد 1 ناقص Y of t زائد 1 equals e of t زائد 1 ناقص 1. ما هي صالحة لكل t، ما دام صالحة لكل t أنا بدي replace t by t زائد 1. إذا صارت معادلتي زي هيك، بتروح الواحد مع الواحد. الآن y double prime طبعا نفس الشيء، إذا y prime بتساوي هيك، إذا y double prime بتساوي w double prime of t ناقص y of t sorry w of t. بتساوي E قوة T. W عند الزيرو هي نفسها Y عند الواحد يعني واحد. W prime عند الزيرو هي نفسها Y prime عند الزيرو عند الواحد. أنا شو اللي عملته بهاي العملية؟ بهذا الشيفتنج في ستيب جديدة لازم أعملها، إني أحول المعادلة بدلالة متغير جديد. هذا الفانكشن الجديد هو بيخلي لي المعادلة around zero عند الزيرو. هلا باخذ لابلاس ترانسفورم للمعادله كلها. مستخدم هذول الكونديشنز، اذا ال W W برايم لابلاس الى S سكوير W ماينس S في W at 0 ماينس W برايم at 0. هاي كلها محل ال W W prime. هلا ال W نفسها هي W capital equals ال E قوة T هي واحد على S ناقص واحد. بس اتذكر انه ال W of 0 هي واحد وال W prime of 0 هي واحد، لان راح اعوضهم فبتصير عندي S squared W capital minus S minus 1 هاي كلها هيك ناقص W capital بتساوي واحد على S ناقص واحد. إذا نأخذ W عامل مشترك capital، شو بضل من الطرف هذا؟ بضل عندي S تربيع، بضل من هذا الطرف واحد. هلا عندي S ناقص سالب S وسالب واحد بنقلب على الطرف الثاني، فبتصير عندي واحد على S ناقص واحد زائد S زائد واحد. طبعا لو وحدنا مقامات يكون أفضل، اضرب هاي بS ناقص واحد واضرب هاي بS ناقص واحد.
فبصير عندي المقام اس ناقص واحد والبسط هو عبارة عن اس زائد واحد في اس ناقص واحد، فبيطلع عندي هي عبارة عن اس سكويرد ماينس اس سكويرد ماينس واحد، والزائد واحد بتصير اس سكويرد يعني بس هاي اللي اس سكويرد ماينس 1 حاصل ضرب هاي مع هاي بعدين زائد واحد، وصارت عندي هيك هاي زائد واحد، فاختفوا هذول الثنتين مع بعض. اذا شو صار عندنا المقدار؟ صار مقدار w اس سكويرد ماينس 1 اخرين اقسم عليها مباشره تساوي اس سكويرد على اس ماينس 1 اس سكويرد ماينس 1. اذا بدي اعمل بارشال فراكشن عشان اقدر اطلع اللي هي ال w انفرس. اذا اس سكويرد على اس ماينس 1 في اس ماينس 1 في اس زائد 1، يعني اس سكويرد في اس زائد 1. هاي بعد ما حللتها واخذت الفاكتورز اللي زي بعض فصارت عندي A على S زائد واحد هاي لوحدها، بعدين B على S ناقص واحد، C على S ناقص واحد تربيع. هلأ بقدر استخدم الزيجي ميثود لحساب A و C. إذن A بتساوي اختصر ال S زائد واحد بضل عندي S سكويرد على S ناقص واحد تربيع، ونعوض الروت اللي هو ناقص واحد، فبتصير عندي واحد على اثنين تربيع أربعة، واحد على أربعة. أما قيمة السي راح تكون عندي راح أضرب أس ناقص واحد لكل تربيع راح تختفي، فبضل عندي أس تربيع على أس زائد واحد، وراح نعوض الروت تبعها لي أس بتساوي واحد، إذا راح يطلع معي الجواب هو واحد على اثنين. هاي قيمة سي وقيمة اي. هلأ بأخذ أي قيمة لأس، إذا تيك أس بتساوي زيرو، وعوض قيمة A و C بهاي المعادلة كلها وقيمة S، إذا زيرو على أي شيء زيرو بتساوي، هلا الـ A اتفقنا واحد على أربعة كلها على S اللي هي زيرو إذا على واحد، بعدين زائد B على ناقص واحد هاي مش معروفة، بعدين زائد C قيمتها اللي واحد على اثنين على زيرو ناقص واحد تربيع يعني واحد. إذا صار عندي المعادلة بتحكي لنا إنه B بتساوي، لأنه في سالب نقول على الطرف الثاني، بتساوي واحد على اثنين زائد واحد على أربعة يعني ثلاثة على أربعة، هاي قيمة B. إذن صار عندي ال W capital هو عبارة عن قيمة ال A اتفقنا ربع، إذن واحد على أربعة على S زائد واحد، قيمة ال B هي عبارة عن ثلاثة على أربعة على S ناقص واحد، قيمة C كانت واحد على اثنين على S ناقص واحد تربيع. إذا هلا بقدر أطلع الـ inverse. إذا W of T small يا واحد على أربعة في E قوة T ناقص واحد زائد ثلاثة على أربعة في E قوة T، طبعا هاي مو ناقص واحد هاي ناقص T سوري، هاي ناقص T. بعدين آخر شيء في عندي shifting هون، إذا في عندي واحد على اثنين في E قوة T، طبعا واحد على T على S تربيع هي T، إذا مضروبة بT. هاي هيك تقريبا إحنا أنهينا المعادلة، بس أتذكر إنه في علاقة بين ال W of T وال Y، لأن أنا بدي ال Y هي Y T plus 1. طبعا هاي نفسها نفس لو كتبت W of T minus 1 بتساوي Y of T، لأن المرة هاي أنا بدي Y. فإذا أول مرة بدأت إنك جمعتها هلا لازم تطرح، فبدك تبدل W minus W of T minus 1 by Y of 1. إذا معناها عوض T minus 1 عشان تبدلها. إذا T minus 1 راح تساوي 1 على 4 E قوة minus T minus 1، فبتصير عندي 1 ناقص T، بعدين 3 على 4 E قوة T minus 1 زائد 1 على 2 E قوة T minus 1 مضروبة في T minus 1. أنا استبدلت كل T بT minus 1. هلا W of T minus 1 هي Y of T، إذا Y of T راح تساوي هالمقدار نفسه اللي طلعته قبل شوي. إذا بعد ما عملت إضافة واحد على كل T، لما أخلص راح أطرح هذا الواحد اللي ضفته.
وهيك بكون أنا حليت المعادلة التفاضلية إذا ما كانت عند الزيرو. إذا نلخص شو حكينا، إذا كانوا constant coefficients وكانت الواي الgiven at zero والcondition initial condition at zero، فبالتالي مباشرة تتحول لمعادلة جبرية بسيطة بحلها وبطلع الانفرس تبعها. إذا كانت مضروبة بتي أو بتي تربيع أو بتي تكعيب الواي وكانت at zero، فهاي الحالة تتحول لمعادلات تفاضلية من first order or second order with constant coefficients، وبتقدر توجد الحل إلها ببساطة. الطريقة رقم ثلاث أو الحالة رقم ثلاث، إذا كان عندي الـ initial conditions at constant ثاني غير الزيرو، فلازم أعمل shifting. أعمل shifting زي ما شفتوا، أول شيء ببدل الـ W، ببدل. إذا أنا عندي المطلوب بدي إياه عند زيرو لكن المعطى عند واحد، فبروح ببدل كل T بـ T زائد واحد. أي بدلت بـ T كل T بـ T زائد واحد في المعادلة، وبعدين بسمي الواي اوف تي بلس 1 هي دبليو اوف تي. هيك بتاكد من كلامي انه صحيح لما اعوض التي محلها زيرو، انه هون لازم بدي اياها دبليو اوف زيرو، تطلع معي واي اوف 1. وبعد ما تحولت لمعادله في دبليو ات زيرو بحلها عادي زي الطرق السابقه. والخطوه اللي بعديها اخر شيء برجع بعمل شيفتنج بالعكس، فانا كنت بسمي دبليو اوف تي بتساوي واي اوف تي بلس 1، فاذا دبليو اوف تي ماينس 1 بتساوي واي اوف تي. يعني اطرح واحد من التي او بدل التي بتي ماينس 1 وبعدين ارجع قيمه الواي. هيك انا بكون طبعا انهيت هذا الدرس، وهيك احنا بنكون انهينا التشابتر كامل. فكل التشابتر المطلوب منه فعليا هاو تو فايند لابلاس ترانسفورم، هاو تو فايند انفرس لابلاس ترانسفورم، وكيف تطبق التيبلز مع كل خواص عليهم لايجادهم. والشغله الثالثه المطلوبه معنا How to solve differential equations using Laplace transform. راح أعمل الآن إيقاف للتسجيل وأخذ حضور وغياب وأشوف إذا في عندكم أسئلة.